تطور القطاع السينمائي بالصين الشعبية ومضامين أسبوع الفيلم السينمائي الصيني بالمغرب كان محور الجلسة الافتتاحية لهذه التظاهرة التي تنعقد حتى 3 نوفمبر المقبل. وفي الجلسة دعوة لتعزيز التعاون بين البلدين لا سيما في مجال الانتاج السينمائي والتدريب. المغرب هو محطة في ترجمة التعاون القائم بين كل من المغرب والصين في المجال السينمائي. اليوم كان لدينا اجتماع مع الوفد الصيني ورئيسه السيد نائب وزير الإعلام والإذاعة والتلفزيون والصحافة، وتم فيه إطلاق مشروع التفكير في اتفاقية للتعاون المشترك بين البلدين على مستوى الإنتاج السينمائي وكذلك التعاون في مجال التكوين. نحن مسرورون بإقامتنا لأسبوع الفيلم السينمائي الصيني بالمغرب، وتعد هذه التظاهرة الثانية من نوعها بعد تظاهرة عام 2007، ونطمح من خلال هذا الحدث أن نضع أسس تعاون سينمائي متين بين البلدين اللذين تجمعهما صداقة عريقة. ويروم أسبوع الفيلم السينمائي الصيني بالمغرب إعطاء دفعة قوية للتبادل القائم بين البلدين في المجال السينمائي وفتح واجهة لعشاق السينما بالمغرب للاطلاع على الثراء الثقافي والحضاري للشعب الصيني.